السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتي. بما أننا في فترة يعني مكوث في البيت في هذه الفترة، يعني هذا لا يعني أننا لا نعتني بالبشرة أو بالجسم أو بصحتنا. لذلك أنا جربت يعني في هذه الأيام ماسك، صدقوني من أنجح وأروع الوصفات التي استخدمتها. يعني كل مرة أني يعني في هذه الفترة يعني لم أصبر وخرجت، الكل اندهش. يعني رحت لبيت أهلي لما رأوني اندهشوا من بياض وصفاء وجهي، وكل يعني الخطوط، إذا كانت هناك خطوط وإذا كانت هناك تجاعيد سوف تختفي بإذن الله. المكون الرئيسي في هذه الوصفة وهو زيت جونسون للأطفال. بالنسبة لوصفة اليوم سأقدمها لكم بالتفصيل كما استعملتها أنا شخصيا، وبعد فترة إن شاء الله تقريبا من الاستعمال الثاني أو الثالث ستلاحظون نتائج رائعة إن شاء الله، تصفي وتوحد لون البشرة، تعمل على شد الوجه وتخلصنا من التجاعيد والخطوط بإذن الله. بالنسبة لليوم هو عبارة عن ماسك ومرطب في نفس الوقت، يعني خاصة الناس الذين يعانون من التجاعيد ضروري جدا أنهم يستعملوا المرطب، أكيد باستخدام زيت جونسون للأطفال، وأكيد سنضيف له بعض الإضافات لأنه مفعوله لوحده يكون بطيء جدا. بالنسبة لهذا الزيت سأتكلم عنه قليلا، ويعني ضروري جدا أني أتكلم عنه خاصة بعض الإشاعات التي قيلت أنه يسبب أنواع من الأمراض على الجلد. بالعكس، زيت خفيف مخصص للأطفال، يعني بما أنه مخصص للأطفال يعني ليس فيه أي ضرر نهائيا، تمتصه البشرة بسرعة كبيرة جدا. يعطي يعني جربوا الوصفة واحكموا بأنفسكم. نبدأ مباشرة في عمل الوصفة. سنحتاج إلى مجموعة من المكونات بسيطة جدا، أعتقد أنها متوفرة في كل بيت. نبدأ بالماسك وبعدها بالمرطب. قبل ذلك كله دائما أتمنى منكم يعني لايك وشير للفيديو، يعني لن تخسروا أي شيء حتى يستفيد أكبر عدد من الناس. أيضا أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي لا يبخلوا علي بدعمي والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وأكيد سأفيدكم بأنجح الوصفات، وأنتظر أراءكم وتعليقاتكم الجميلة. وآسفة جدا على الكلام الطويل لأن كل كلمة أقولها هي مهمة، ممكن أنت تعرفين هذه المعلومات ولكن غيرك لا يعرفها. نبدأ مباشرة في استعمال أو في عمل الوصفة. نحتاج إلى المكون الأول وهو البيض. سنحتاج في البيض إلى بياض البيض، نخلط جيدا أول شيء البياض حتى يصير مثل الرغوة، حتى يسهل دمج بقية المكونات معه. ثم نحتاج إلى المكون الثاني وهو الخيار. بالنسبة للخيار بياض البيض معروفين جيدا على أنها تشد وتفتح لون البشرة، يعني أنا شخصيا أستعمل هذه الوصفة رائعة جدا. بالنسبة للخيار نقوم ببشره بشر ناعم بهذا الشكل حتى نستخلص ماء الخيار. نأخذ المصفاة ونصفي كمية يعني معذرة على الخطأ، تقريبا مقدار ملعقتين كبيرتين من ماء الخيار.
بهذا الشكل. بالنسبة لهذه البقايا، الناس الذين يريدون تقشير البشرة يعني أنصح باستعمال هذه البقايا، نضيف لها ملعقتين من السكر ونخلطها مع بعض ونقوم بعمل تقشير للوجه للناس الذين يعني عندهم مدة لم يقشروا البشرة، يعني أيضا مفيد جدا قبل استعمال هذا الماسك. نخلط جيدا بهذا الشكل حتى نتحصل على خليط بهذا الشكل، ثم نضيف المكون الرئيسي وهو زيت جونسون للأطفال. نضيف مقدار نسبة الكمية، كمية كبيرة ممكن نستعملها للرقبة، لليدين، أو نتشارك بها مع أفراد العائلة. نضيف تقريبا مقدار ملعقة كبيرة من زيت جونسون، الملعقة هذه صغيرة، ونخلط جيدا. أثناء استعمال الوصفة ضروري خلط المكونات جيدا بهذا الشكل. بالنسبة لطريقة الاستعمال، أول شيء أكيد ننظف البشرة جيدا، من الأحسن أننا نقوم بعمل تقشير للبشرة كما تكلمت في البداية. وإذا لم نقشر البشرة ضروري أننا نأخذ فوطة مبلولة في ماء دافئ ونضعها على الوجه لدقائق حتى تفتح معنا المساء. نجفف البشرة جيدا، ثم نخلط أول شيء ونأخذ كمية من الخليط ونوزعها على كامل الوجه بهذه الطريقة. من الأحسن أننا نسحب من الأسفل إلى الأعلى، نترك الخليط دقائق يجف قليلا، ثم نأخذ أيضا نفس الشيء كمية من الخليط ونوزعها على البشرة. نترك هذا الخليط تقريبا مدة 30 أو أكثر، 30 دقيقة أو أكثر، حتى يعني تتشرب البشرة جيدا هذا الماسك. بالنسبة لكمية الماسك كبيرة جدا، ممكن أننا ننقص في كمية المقادير. بعدها نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الدافئ وبعدها بالماء البارد، من الأحسن أننا نرش تونر، ماء الورد يكون بارد على الوجه. هذا الماسك يستعمل مرتين، 3 مرات أو حتى 4 مرات في الأسبوع على حسب الحاجة، وبعدها نأتي إلى عمل المرطب. بالنسبة للمرطب ضروري جدا وأنصح باستعماله يوميا، من الأحسن يكون في الليل. نأخذ كمية من زيت جونسون تقريبا ملعقتين أو 3 ملعقة كبيرة أو ملعقتين مملوءتين صغيرتين من زيت جونسون للأطفال، ثم نحتاج إلى إضافة المكون الآخر وهو الفيتامين إي أو ما يسمى لفيتامين أو أو الفيتامين ها، يباع في الصيدليات أو في محل الذي يبيع مواد التجميل. بالنسبة لملعقة كبيرة نضيف لها كبسولة من هذا الفيتامين، ونخلط المكونات. بالنسبة لبقية الخليط ممكن نحتفظ به يعني ونستعمله بشكل يومي. في الليل نقوم بدهن هذا الزيت على البشرة بحركات دائرية بهذا الشكل، ثم نقوم بالسحب من الأسفل إلى الأعلى بهذا الشكل. يعني بعد مرور فترة نلاحظ أن البشرة امتصت هذا الزيت بالكامل. لماذا قلت نستعمله في الليل؟ حتى لا نضطر أننا نغسله، نتركه لليلة كاملة وفي الصباح ننظف البشرة بهذا الشكل. لاحظوا أن البشرة امتصت الزيت بشكل سريع جدا. بالنسبة للمرطب يستعمل يوميا في الليل حتى نتحصل على النتيجة المطلوبة إن شاء الله.
شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.